حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. المولى سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعديد من الخصائص، مثل خصيصة العقل والتفكير، خصيصة الكلام والتعبير، واللسان هو ترجمان الباطن والوجدان. بقدر ما يكون الإنسان فكره نظيف وقلبه سليم، يكون كلامه مرتب ومقبول ويخصب كلامه في السامعين. يقول المولى سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. المجتمع التقليدي رغم ما كان عليه من محدودية في التحصيل العلمي، رغم ما كان عليه من حرمان من وسائط التثقيف، كان رفيع الذوق في الكلام. الكلام اللي يبعث على التشاؤم والإحباط كانوا يتجنبوه في الصباح ويستعملوا الكناية في التعبير. مثلا الملح يولي ربح، الفحم يولي بياض، التسكير يولي تزيين، الكنسان يولي تفريح. أخبث الكلام وأثقله ما كان فيه تعيير واستنقاص من الآخر. قديش من واحد أصيب بعقدة قاتلة بفعل ما تعرضه في صغره من وعود ساخرة، أو بفعل ما تعرضه من تعيير بشكله حتى صار له مركب نقص حرمه من لذة الحياة، وهذا حرام. المولى سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم ناس تستمتع وتتلذذ كيف تحرج غيرها، وهذا سببه فساد في القلب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أنكر على واحد شيء يعمم ويقول: ما بال أقوام، تجنبا للإحراج. الكلمة الحرشة، الكلمة الجارحة تحدث في النفس جرح أشد وأعمق من جرح السيف، كما يقول الشاعر: جراحات السنام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ما هم يحكيوا على راجل ماشي في الغابة عرضه صيد، حار الرجل شي يعمل وشهد وسلم أمره لله، لكن الصيد عاوز يهجم عليه قرب له وشيع ساقه هكا في وجهه، غزر هكا الرجل في ساق الصيد يلقى حشاك بشوكة، ساعد روحه ونحها له، ارتاح هكا الصيد ومنها عطاه زوز قلوب كيما تقول كعبت الحمص، قال له: هذوما اغرسهم وراك تستغنى منهم. خذها مك الراجل ومشى غرسهم في داره، واذا به طلعت شجره عجيبه ولا سيخين له بها حتى طعمت، وكانت غلتها ياقوت، وصار صاحبنا يجمع في الياقوت ويبيع، وصار في دنيا كبيره وهو في سبع خيرات يخلط. نهار من الايام وهو قاعد ويسمع دقون على الباب، خرج يرى شكون، يلقاه الصيد، افرح به فرحه كبيره، دخلوا معاه البيت السهره، وخرج لمرته وقال له: يا مره غير حضرنا احسن ما عندك، راهو عندي ضيف عزيز عزيز ياسر. هيك المرات حساب الضيف شخصيه كبيره، وبدات تقصع وتوسع. حضر الفطور، قربت بحذا باب البيت، قالت له: اي تفضلوا. خرج رجلها القدام والصيد يتاكل بحذاه، هي رات الصيد وهي عيطت تفرد عيطة، قالت له: هذا لبخر، هو الضيف العزيزة. وتغشش هيك الصيد وجا ماشي.
بداهك الرجل يقرق ويمرق، لكن الصيد قرر ما عاش يقعد لحظة. وغزر يلقى فاس تحت الساس، مشى جابه عطاه للراجل، اي قالوه نحبك اضربني هوني بهالفاس بين النواظر، ولو كان ما تضربنيش تو ناكلك انت ومرتك. استلزمك الراجل الصبر، وقام الفاس الفوق وضرب الصيد بين النواظر، وبداهك الدم يشتول، وخرجك الصيد على روحه وتخل في الغابة، وبدات هيك الشجرة تذبل حتى ماتت، ورجع هيك الراجل ومرته لحالتهم الأولى. برا يا زمان ويجا يا زمان، هيك الراجل قال علاش ما نمشيش نلوج على الصيد نراه ميت ولا حي. خرج يلوج عليه يلقاه تحت شجرة، فرحوا ببعضهم. قالوا الراجل للصيد بالله إيش حال هيك الجرح اللي في راسك؟ قالوا الصيد الحمد لله الجرح اللي في راسي راهو لبس، أما كلمة مرتك والله ما باتت نحا من قلبي. ويرحمهم كيف قالوا الجرح يبرأ نعمل له ضميدة، وكلمة السو تبات وتصبح جديدة. وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.